بعد الخلافات الشديدة التي نشبت بين تركيا واليونان اللتين تشتركان في عضوية حلف شمال الأطلسي بشأن المطالب المتعارضة بالسيادة على موارد الطاقة في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ أن بدأت أنقرة عملية التنقيب في منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط في خطوة وصفتها اليونان بأنها غير قانونية. وفي اجتماع للرئيس التركي رجب أردوغان مع أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال بأن اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا، مشيرا إلى أن الطريق إلى الحل في شرق البحر المتوسط هو عبر الحوار والمفاوضات. وقال أيضا: نحن لا نلهث وراء أي مغامرات غير ضرورية أو نسعى للتوتر حسب وصفه. جاء حديث أردوغان في وقت قالت فيه مصادر دفاعية بأن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن التنقيب في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط. الجدير بالذكر بأن تدريب اليوم هو أول دليل على التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتا في شرق المتوسط، ودعت فرنسا تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها. وناقش رئيس الوزراء اليوناني كبرياكوس الوضع في المنطقة مع ماكرون عبر الهاتف ليلة الأمس. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم بأن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط. وقالت مصادر عسكرية يونانية بأن الفرقاطة والطائرتين وصلتا كريت في وقت سابق اليوم الخميس، ونفذت مناورات مشتركة مع قوة يونانية. ونشر رئيس الوزراء اليوناني كبرياكوس تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغة الفرنسية بعد الاتصال الذي جمعه ليلة الأمس مع ماكرون: إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع متحمس عن القيم الأوروبية والقانون الدولي. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسه.